السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالي، قناة طبخ كويزين دو صوفيا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبة للوصفة ديال اليوم فهي غتكون عبارة عن غراتان بالكفتة، سهل التحضير للعشاء ولذيذ جدا. المقادير ديال هذه الوصفة هذه، فاحنا كنحتاجو الكفتة، بصلة كبيرة مفرومة، صلصة الطماطم، جبن أحمر مفروم، جوج ورقات ديال الرند، قزبور ومعدنوس مفرومين، جزرة واحدة محكوكة، ملعقة كبيرة ديال الزبدة، كاس كبير ديال الحليب، ملعقة كبيرة ديال الدقيق الأبيض، جوج رؤوس توم مفرومين، إبزار، ملح، زيت نباتية، ومن طبيعة الحال لي بات. أنا اختاريت الفيس. من بعد ما غلينا الماء غادي نضيفو ليه القليل من الزيت النباتي، وريقة ديال الرند، والقليل من الملح. نديرو لي بات ديالنا يغلاو في الماء، وما نطيبوهمش بزاف، نخليوهم شوية طريين باش يشربوا لينا لاصوص من يكونوا يطيبوا في الفرن. اما بالنسبه للصلصه ديالنا فكناخذوا مقلات كنوضعوا فيها القليل من الزيت النباتي، وكنوضعوا البصل ديالنا يتشحر في هذيك الزيت مع القليل من الملح. كنضيفو التوم المفروم، كنضيفو الكفتة، وكنحاولو نحلوها مع البصلة. ملي كتشحر الكفته ديالنا كنضيفو الجزر والقليل من البزار، كنضيفو القزبر ومعدنوس، كنزيدو صلصه الطماطم، كنحركو جيدا، كنضيفو ورقة الرند، وكنزيدو القليل من الماء. انا ضفت الجزر باش يوازن ليا المذاق ديال الحلاوة مع المذاق ديال الحموضة ديال المطيشة. من بعد ما سلقنا لي بات ديالنا ووجدنا الصلصة ديالنا، الان غادي ندوزو لتحضير صلصة البيشاميل. كسرونة دوبت معلقة كبيرة ديال الزبدة، كنضيف لها معلقة مملوءة جيدا من الدقيق الأبيض، كنحرك جيدا، كنضيف الحليب وأنا كنحرك ما كنتوقفش على التحريك، كنضيف الملح، الإبزار، وكنسم الصلصة ديالي بشوية ديال الجوزة. من بعد ما عقدت لي الصلصة ديال البيشاميل فأنا كنضيف ليها القليل من الجبن المبشور، من بعد ما سالينا التحضيرات ديالنا سلقنا لي بات، وجدنا صلصه الطماطم، وجدنا صلصه البيشاميل، فالان غادي ندوزو للمونتاج ديال الكغاتان ديالنا. انا اختاريت هذا المول الفردي، يمكن لكم ديروه في مول جماعي او
ولا مول فردي حسب الرغبة ديالكم. من بعد ما كنكملوا الغراتان كنرشوا ليه الوجه ديالو بالفرماج الاحمر وكندخلوه للفرن، كنشعلوا عليه غير من الفوق باش يذوب الفرماج ويتحمر لينا. هذا هو الشكل النهائي ديال الغراتان ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم مرة أخرى على الدعم ديالكم وعلى التفاعل ديالكم. بالنسبة للناس الجداد مرحبا بكم في القناة ديالي، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، وإلى اللقاء.